بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية في قسم الإرشاد، مادتنا هي نظريات الشخصية. محاضرتنا لهذا اليوم ستكون نمو الشخصية. سنتناول أولا النمو النفسي الجنسي بحسب فرويد. حقيقة يتمحور النمو أو مفهوم النمو النفسي عند فرويد في وجود مناطق شبكية في جسم الفرد، وعند تنبيه أو استثارة هذه المناطق ينتج عن ذلك إشباعات لبيدية. ونقصد بالليبيدو هي الطاقة النفسية الجنسية لدى الفرد، وهذه الطاقة حسب فرويد تتمركز في أماكن معينة أثناء نمو الفرد. وفي الحالات السوية أنه عادة تنتقل وفق معايير زمنية محددة، يعني كل منطقة شبكية هناك فترة زمنية محددة، لكن يحصل وهذا شيء طبيعي أنه تثبيت لهذه المناطق رغم مرور السن المناسب، وهذا تحصل عادة في الحالات اللاسوية. قسم فرويد مراحل النمو النفسي إلى مراحل عديدة. المرحلة الأولى وهي المرحلة الفمية، تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة وتنتهي في نهاية السنة الأولى. ويعتبر فرويد الفم هو مصدر للحصول على اللذة الجنسية في هذه المرحلة، فضلا عن أنه هو مصدر للحصول على الطعام والشراب ومنذ الولادة، فتتمركز إذن حول الفم ويأخذ المص، خاصة المص الأصابع، أصابع اليدين والقدم والألعاب إلى آخره، على اعتبار أن الفم والشفان هي لغة الاتصال مع المحيط الخارجي اللي يدور حول الفم. وخلال هذه الفترة أنه يدور هناك حسب فرويد هناك نشاطات مهمان أثناء هذه المرحلة، أي يقسم المرحلة الفمية بدورها إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة الفمية الاستقبالية اللي ينتج عنها ما يسميه بالسلوك الفمي الاستقبالي. هنا يتمركز الليبيدو اللي أشرنا إلى الطاقة النفسية الجنسية اللي يولد بها الطفل، تتمركز في الفم، وتقوم هذه المرحلة على المص أي على الرضاعة. تشغل هذه المرحلة اللي هي المرحلة الفمية الاستقبالية حوالي 7 أشهر الأولى من حياة الطفل، إذ يتعامل الطفل مع البيئة عن طريق الفم، ويتحقق الإشباع اللبيدي عن هذا الطريق، يعني عن طريق الفم. لكن عندما يعاني الطفل من إحباط، يعني على سبيل المثال قلة وجود الحليب، عدم الإشباع، عدم ترتيب جدول للأرضاع، وعدم إشباعه في حالات الجوع، يلجأ إلى مص الأصابع أو أي شيء بديل عنه مثل الملهات أو الأصابع وغيرها منه. ومن ثم أنه قد يعود أو يقود إلى مشاكل لاحقة خاصة في الكبار. فالأشخاص الذين لديهم حاجات فمية مبالغ فيها، يعني على سبيل المثال مثل اللي يكثرون من ضلع العلكة والأكل المفرط زائد عن الحاجة،
والتدخين والتقبيل عند الكبار أنه بحسب فرويد تعود كلها إلى اللذة الأولى، أي أنهم طوروا تثبيت فمي. التثبيت اللي قلنا عنه قبل قليل أنه بقايا هذه المرحلة تبقى على الرغم من أنه الشخص ينمو ويكبر. المرحلة الثانية هي المرحلة الفمية السادية، أو ما يسموها بالسلوك الفمي العدواني. هذا تشغل باقي العامل من عمر الطفل. أشرنا إلى المرحلة السابقة اللي هي الاستقبالية 7 أشهر. لا نتكمل من 7 أشهر إلى نهاية العامل الأول. فهنا خلال ظهور القاطعين أي الأسنان الأمامية للطفل يكون بعد 7 أشهر، وتبقى أن الرضاعة هي يعني من الأم هي مصدر الإشباع البيولوجي والنفسي، لكن الحرمان من هذا الإشباع أو المبالغة فيه يضطر الأطفال إلى التثبيت في هذه المرحلة، يعني لا أفراط ولا تفريط. زيادة الرضاعة تؤدي إلى التثبيت في هذه المرحلة، وقلة الرضاعة تؤدي إلى تثبيت هذه المرحلة، وبالتالي يحول دون وصول الطفل إلى مرحلة النضج والتقدم في مراحل النمو التالية. وش تكون هنا عادة وكأنه صراع بين متناقضين، فالطفل قد يكون سادي ومازوخي، يعني عدوان وإذعان، أنه أيضا شو يكون هناك تناقض عاطفي، أنه حب وكراهية موجهة نحو الموجود حوله خاصة الأم. خصائص البالغين اللي صار عندهم تثبيت فمي عدواني في هذه المرحلة تؤدي إلى سمات في الكبر، مثل شنو؟ مثل السخرية العدوانية، إصدار تعليقات جارحة بحق الآخرين، سلوكيات الطمع، أن يكون طماع، والاكتساب الأشياء مادية أكثر من اللازم، يعني حب الاستحواذ على الأشياء اللي موجودة لدى الآخرين. كل هذه ممكن أن تنسب لعدم الحصول على الطعام أو الحب الكافي أثناء هذه الفترة. أهم المشكلات اللي قد تتطور فيما بعد بالاعتماد على هذه المرحلة، بمعنى أن الطفل اللي عنده حرمان بهذه المرحلة عندما يكون بالغ تكون فيه المشكلات الآتية: عدم الثقة بالنفس، الخوف من الاتصال، رفض العاطف والحنان، الخوف من الحب والثقة بالآخرين، القيمة المتدنية للذات، يعني ينظر لنفسه بشكل دوني، العزلة والانسحاب، عدم القدرة على بناء علاقات قوية.